السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سي الحاج طيب، أهلا شريفة. لاباس؟ الله يبارك فيك. كده انت بخير؟ الله يبارككم لنا، لاباس، حفظكم الله ورعاكم. يحبك في الله. ما كانت بابا من ديال بارك الله فيك لله. الله يبارك فيك. بارك الله في الوالدة ديالك. الله يطول عمرك، أحسنك الله، جزاك الله ألف خير. كسر الحاج اللحم والديك الداء معايا، الله يرفع يا عليها ربي موانع والعكوسات يا ربي. اش وقع لك لاله خديجه؟ يجازيك بخير. اش وقع لك لاله؟ ماتوا والدي الله يرحمهم. ايه وساكنة مع اخويا هو يتدعى معايا. ولاله خديجه ملي ماتوا والديك خلاك بقى عازبه ما تزوجتيش؟ لا باقي. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك ان الاخ ديالك اللي تهلا فيك راه غيدير الخبيزه كلها. تهلا في الله يتهلا فيك خير يبارك فيك. الله يفرج عليك. ولكن ديما حامين علينا وعليك زمان ولكن ولكن السر ديال البنت هي تكون تاهي في دارها، تكون تاهي مع زوجها ووليداتها ودارها مستقله. بارك الله غتبقى ضيفه الى متى؟ الله يخليك صحتك ووليداتك. الله يحفظك لاله خديجه. تبارك الله ديما كنتصنت ليك تنفرها. يلاه كان يا خويا في التليفون صافرا. كنشكرك اختي خديجه، كنشكرك. الله يبارك فيك لاله. سي حاج طيب قريب صحتك ويخلي لك وليداتك ومعز عليك. امين يا رب امين. شكرا لك لاله خديجه. خديجه من الدار البيضاء هي صارت واحد المشكله اجتماعيه، هي انه كاين الفتاه التي لا تتزوج وادركت والديها قد توفوا، ماتوا الوالدين وخلوها عازبه. أكيد أن من أكبر المعاناة اللي كيعانيوا منها الأولاد بعد موت أولادهم، إذا كان واحد باقي صغير يتم الصغر سهل، لكن الإيتم ديال الكبر صعيب، خصوصا إذا كانت الفتاة ما تزوجاتش قيد حياة والديها وكبرت في السن، عاد 30 34 40 44 وكتكون وحيدة. ملي كتفرق العائلة، ملي كتفرق العائلة وكيمشوا الوالدين الى الدار الاخره وكيكونوا الخوت مضاربين مع الزمان، شكون اللي خاصو يقوم بالجناح؟ شكون اللي خاصو يكون بالعنايه والرعايه؟ طبعا الاخ الاكبر، هذا هو العرف والعاده والشرع والقانون والمنطق والعقل، خاص الاخ الاكبر هو يكون الجناح، هو الخليفه ديال الوالدين. وعلاش حنا كنقولوا دائما عندك التفضيل اللي بين قوسين بين الذكر والانثى، وليس الذكر كالانثى. وفي تقسيم التركه كنقولوا للذكر مثل حظ الانثيين، الذكر كنعطوه جوج عواد والبنت عود. هذا التفضيل لماذا؟ لان الولد الذكر عنده المسؤوليه بعد وفاه الوالدين، راه هو اللي خصو ينفق على خوتو، هو اللي خصو يجمع الشمل ديالهم، هو اللي خصو يطفي الغضب لا قدر الله وقع شنآن، هو اللي يحتضن شي واحد من خوتو تقطع به الحبل او وحده من خواتاته ما مزوجاش او طلقت، خاصه هو يقوم بهذا العمل. لهذا كنخاطب بعض النساء المناضلات في جمعيات حقوق الانسان واللي ديما عندهم واحد المطلب كيركزوا عليه، هو المساواه في الارث بين الذكر والانثى. هذيك راها واحد الجزئيه صغيره، لكن الجزئيه الكبرى اللي ارصد عائمها الاسلام وشريعه الاسلام، وهي الكفالة ديال الذكر لأخواته البنات، أنه أعطاه الله تعالى واحد المسؤولية جسيمة، أنه لابد يحضنهم ويتهلا فيهم. النموذج ديال خديجة من الدار البيضاء، هما والديها مشاو، شكون اللي غادي يهزها؟ شكون اللي غيكون بها؟ وهي ما عندها لا زوج وما عندها أولاد، وهي وحيدة وما عندها سمعة وما عندها خدمة، خوها الأكبر واش يديرها من باب المجاملة؟ لا، واجب عليه، ويجب عليه ان يفعل هذا الامر. طبعا وكاين اللي كيلقى معاناه، كاين الا كرموا الله بزوجه صالحه مصلحه طيبه قلبها كبير، راه الخير يعم على الجميع وربي كيغبق عليهم من نعيمه. اما الا كانت الزوجه قلبها ضيق وفيها الانانيه وكترفض هذه المعامله الحسنه وهذا الجمع ديال الشمل، فغادي يكون اجره مضاعف مرتين، لان خصو يرضيه هكا ويرضيه هكا، عنده الاجر مضاعف مرتين. وهذه سنة الله في أرضه وربنا يتنزه في ملكه. لالا خديجة، أنت غير ملي قلتي لي بغيتي شي حاجة تحيد العكوسات،
أنا فهمت معاناة حياتك، فهمت بأنك كتعاني واحد معاناة شديدة، وأنك رغم أخوك الله يعمر له الدرق المكبير والعائلة كلها، ولكن ظروف الحياة صعبة، واللي كيعطي شحال قدو ما يعطي، وكل واحد عنده مشاغله وعنده التزاماته، وانت وحيدة. أنطلب ربي سبحانه ونقول السادة المستمعين معنا كلهم يدعوا معاك ويرفعوا واحد الفاتحة، الله تعالى يختار لك زوج يكون من الصالحين، هذا أحسن حل بالنسبة إليك. اللهم يا ربي يا كريم، هذه لالة خديجة عند السمية الجميلة، سمية أمنا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، هذه السمية الجميلة يا ربي يا كريم لالة خديجة رزقها القبول، واختر لها من عندك زوجا يكون من الصالحين، اللهم ارزقه بها رزقا واسعا كريما، اللهم يا ربي وأسعده بها، اللهم وأكرمه بها، اللهم وافتح له أبواب الخير والتيسير بها، يا ربي عجل لها بالفرج، يا ربي قسمت الخير بين خلقك، فارزق أختنا خديجة قسمة زائدة، قسمة كبرى، قسمة مباركة، اللهم عجل لها بالفرج، اللهم عجل لها بالفرج، وعجل لكل فتاة في وضعيتها، كل فتاة في وضعيتها وفي معاناتها، اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وأنت أعلم بأحوال كل منا، اللهم عجل لهن هؤلاء الفتيات المعذبات لما عندهم زهر وما عندهم حظ وما القول رحيم وما القول قلب حميم، يا ربي أنت حبيبهم وأنت طبيبهم وأنت مولانا ومولاهم، عجل لهم يا ربي بالفرج وكن لهم يا ربي ولي ونصيرا، يا رحمن يا رحيم دعوناك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعوت به أجبت وإذا سئلت بأعطيت، أن تحقق لنا هذا الطلب، إنك على كل شيء قدير وأمرك بين الكاف والنون، إذا قضيت أمرا إنما تقول له كن فيكون، يا ربي إنك تعلم بحال خديجة راهم الآلاف كاينين، راهم معذبات غير اليوم، اليوم في المكتب عندي في العمل استقبلت خمسة ديال النساء بحال خديجة، والله وحدة شدتني ساعتين وعندي عمل شاق وعندي فيه مسؤوليات وخصني ننجز العمل نعطي رئيسي المباشر، وبقيت معها ساعتين وجاية مسكينة من بعيد وما عندها زهر، وقالت لي كنفكر في الانتحار، وعطيتها خاطرها تتكلم وبكات وشربت الماء ومسحت الدموع، ونفس القصة ديال خديجة، نفس القصة ديال الوالدين كيموتوا وكيبقاو الخوت والخواتات وكيكونوا فيهم الرحمة في الأول، ومن بعد كتبدل الأوضاع والمرأة كيجرها الرجل والرجل كتجر المرأة، وهذوك الاخرين كيبقاو بين الرجلين حتى واحد ما كيديها فيهم، فنسأل الله تعالى الرحمن الرحيم الودود الكريم، اللهم عجل لهن بالفرج، اللهم عجل لهن بالفرج، اللهم عجل لهن بالفرج، وأسعد قلوبهن يا مولانا، يا رب يا رب اجعلوا لهم مناسبة سعادة، عرس وأعراس وأفراح ومسرات وبركات، قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم، آمين آمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.